قوات إسرائيلية تقتحم مناطق في رام الله واندلاع اشتباكات وسط المدينة. مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي يدعو لدعم قرار غوتيريش تفعيل المادة 99. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار لتقديم مساعدات لأوكرانيا ب 61 مليار دولار. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة المفصلة من العربية. نفذت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام في الضفة الغربية طالت عدة مناطق من بينها مدينة رام الله، حيث دارت اشتباكات ومواجهات في منطقة دوار المنارة وسط المدينة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن هذه الاقتحامات تخللها عدد من الاعتقالات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طول كريم من جهتها الغربية وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية غرب الخليل ومخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة مع شبان فلسطينيين. إلى ذلك، أعلنت كتائب الأقصى إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع عناصرها في طول كريم بالضفة الغربية. جهة دوار شويكي راحوا، جهة دوار شويكي. ومن رام الله مشاهدينا معنا مراسل العربي عبد الحفيظ جعوان. اهلا بك عبد الحفيظ، ونتحدث اليوم عن التطور اللافت وهو اول اشتباكات في الضفه الغربيه وسط رام الله منذ 7 أكتوبر وربما منذ سنوات طويله ايضا. ماذا في التفاصيل عبد الحفيظ؟ نعم بالفعل، هذا ربما هو مؤشر خطير على أن الأمور قد تنحدر أكثر فأكثر نحو مواجهة أوسع في الضفة الغربية. الاشتباكات المسلحة تحديدا كانت تحدث في شمال الضفة الغربية، جنين، طول كرم، نابلس وغيرها، ولكن للمرة الأولى بالفعل نشهد اشتباكات مسلحة وسط مدينة رام الله منذ 7 أكتوبر كما ذكرت، وربما منذ سنوات، منذ نحو 10 سنوات لم نرى مثل هذه الاشتباكات المسلحة داخل مدينة رام الله، وذلك طبعا مؤشر خطير لرمزية هذه المدينة. هذه تعتبر المقر السياسي للسلطة الفلسطينية والعاصمة المؤقتة تقريبا للفلسطينيين في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي اقتحم وسط المدينة وقام بمداهمة بعض المكتبات ومطبعة على ما يبدو، ومتهما إياها بطباعة منشورات تخص ضحايا أو تخص بعض الفصائل الفلسطينية. وبينما كان الجيش الإسرائيلي يهم في إغلاق هذه المطبعة ومصادرة محتوياتها، مقاتلون فلسطينيون أطلقوا النار بكثافة نحو الجيش الإسرائيلي وسط المدينة، وحدثت اشتباكات مسلحة، رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، واستمرت الاشتباكات يعني حتى صباح هذا اليوم عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من داخل المدينة. ما المتوفر حتى الآن من إحصائيات حول أعداد المعتقلين من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عبد الحفيظ؟ نعم، عدد المعتقلين أو عمليات الاعتقال، لأن هناك أصبح فرق بين عدد المعتقلين وعمليات الاعتقال. جزء كبير أو يعني عشرات من ما يتم اعتقالهم تفرج عنهم إسرائيل بعد أيام من التحقيق، وبالتالي عمليات الاعتقال حتى هذه اللحظة جاوزت 3600 عملية اعتقال. ربما أبقت إسرائيل على أكثر من 2500 معتقل منهم داخل السجون، حولتهم للاعتقال الإداري أو الاحتجاز، والباقيين أحيانا يعني يتعرضوا للتحقيق ويفرج عنهم. على كل حال، هذه عمليات الاعتقال تجري أيضا في إطار مداهمات واسعة تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذها. يعني هذه الليلة لم تقتصر فقط على اقتحام رام الله، وإنما كان هناك أيضا توغل لافت في طول كرم، مخيم نور شمس، مخيم طول كرم في المدينة، والذي هذه المدينة عادة ما تشهد اشتباكات وتفجير عبوات ناسفة في القوات الإسرائيلية، كما حدث أيضا في مدينة نابلس في البلدة القديمة اقتحام إسرائيلي أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين بجروح وعن اعتقال 3 فلسطينيين، كما قتل الجيش الإسرائيلي منتصف الليل طفلا فلسطينيا في بلدة يعبد جنوب جنين خلال توغلات واقتحامات مشابهة. نعم، شكرا لك من رام الله، كنت معنا مراسل عربية عبد الحفيظ جعوان. تحياتي عبد الحفيظ.
مشاهدينا، قال الجيش الإسرائيلي إن القتال والعمليات الهجومية في خان يونس جنوب قطاع غزة مستمرة في العديد من المحاور، وأشار في بيان له إلى أن قواته دمرت بنية تحتية عسكرية وفتحات أنفاق لحماس وتواصل تقدمها في خان يونس بدعم من سلاح الجو. كما نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة لغارات نفذها على أهداف لحماس في قطاع غزة، من بينها مواقع في جباليا شمالي القطاع. وإلى خان يونس، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على الأحياء الشرقية في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة. هذا فيما كثفت إسرائيل من غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعة الماضية. وبحسب مراسل العربية، فقد تركزت الغارات في مخيمي المغازي وجباليا، إضافة إلى النصيرات ودير البلح، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى. هذا وأظهرت صور بالأقمار الصناعية استمرار عمليات النزوح من المناطق الشرقية في خان يونس إلى رفح جنوب قطاع غزة، مع استمرار التوغل البري الإسرائيلي في مناطق القرارة وبين سهيلة وشدة المعارك في هذه المحاور. وأظهرت الصور عشرات الخيام التي يقطنها آلاف النازحين وسط ظروف معيشية صعبة. مع مرور أيام الحرب تتزايد معاناة الغزيين من النزوح نحو المجهول. العربية تنقلت بين مخيم رفح في جنوب غزة ومنطقة المواصي التي نزحت إليها آلاف العائلات من شرق خان يونس والمناطق الشمالية للقطاع، ووثقت معاناة النازحين الذين يعيشون دون ماء أو كهرباء، فيما يعاني الأطفال من برد الشتاء. إذن نقف على دوار العودة وسط مخيم رفح جنوبي قطاع غزة، مخيم يبلغ عدد سكانه قبل الحرب الإسرائيلية 250 ألفا، الآن مع حركة النزوح كما تقول وكالة الأونروا التي لها النصيب الأكبر من عملية إيواء النازحين، وصل عدد النازحين في خان يونس ورفح فقط إلى 950 ألف نازح، فيما وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 1,200,000 نازح يعيشون أوضاعا صعبة في ظل نقص المواد الغذائية التموينية. أطفالنا بموتوا من الساعة قاعدين، لا في غطاء ولا في مشمع، امبارح حالنا وطالعين حافيين وما فيش معانا مصاري نصرف، ما فيش معانا يعني أجار الطريق الله يعلم، حطيناهم وفتحنا تمنا للهواء. وعزامة شايف عذاب في عذاب، شوادر حطينا البطاطين اللي بنتغطى فيهم، سترة للبنات من غير سقف، يعني لو شتت الدنيا حناكل هواء. والولاد الصغار ماتوا من البرد، فيش أواعي نلبسهم، بنروح على السوق نشتري لهم أي شيء، فيش أشياء في السوق نشتريها للأولاد، ماتوا من البرد الأولاد، وفيش تموين للمدارس، يعني بدهم يقعدوا يوم بيجيبوا لنا وأسبوع بيجيبوا لناش، والله متنا. نتوجه إلى منطقة المواصي غرب مخيم رفح، والتي يقول الجيش الإسرائيلي أنها منطقة آمنة. طب هم حكونا روحوا هناك، إحنا أجينا لا كهرباء لا مية لا فراش لا أواعي لا حاجة، نتفت صحن مش قادرين، فيش صحن نحط فيه لأولادنا، إحنا إنا 3 أيام لا عنا طحين ولا عنا خبز ولا عنا إشي، إحنا إيش زلمنا ما ضلش قدامنا غيرهم، هنروح فين تاني؟ فيش هاي البحر وهاي الحدود المصرية وهاي اليهود ورانا مدنيين بعيالنا بطنياتنا، وين بدنا نروح؟ جنوب منطقة المواصي غربي رفح تقع الحدود المصرية مع قطاع غزة، بعد عمليات النزوح المتكررة والمتعددة لسكان مدينة غزة ومدينة خان يونس نحو رفح، تثار التخوفات من دفع إسرائيل نزوحهم إلى سيناء في ظل الاستهدافات التي لا تتوقف. أحمد حرب لقناة العربية والحدث من على الحدود المصرية مع قطاع غزة. قتل نحو 16 شخصا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة، كما استمرت الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وذلك في مدينة خان يونس، فيما تتواصل أعداد النازحين بالوصول إلى مدينة رفح ومنطقة المواصي، وذلك تزامنا مع توغل إسرائيلي في خان يونس، حيث وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى محيط منزل قائد حركة حماس بقطاع غزة. من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في غزة معنا الصحفية خولة الخالدي. أهلا بك خولة، ونريد منك تحديثا لما انتهت إليه الساعات الأخيرة على الصعيدين الإنساني والميداني.
نعم. على الصعيد الميداني لا جديد يذكر، الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة ولكنها تتركز فقط في المناطق الشرقية المحاذية لمحافظة غزة والشمال، بالإضافة أيضا إلى منطقة خان يونس المناطق الشرقية منها، والتي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى استمرارية عملية التوغل البري في تلك المناطق والمحاور بشكل أساسي، مع وجود اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية. الإغارة على عدد من المناطق التي سجلت في الآونة الأخيرة كانت منطقتي رفح والمغازي في المحافظات الجنوبية والوسطى، أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، لكن يبقى الأمر مجهولا فيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات التي تقع نتيجة للغارات الإسرائيلية في المناطق الشرقية والشمالية من محافظات غزة والشمال، نتيجة لتغييب الإعلامي في تلك المناطق بشكل واضح، بالإضافة لعدم تمكن سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى المناطق المستهدفة في الآونة الأخيرة. عدا عن الأوضاع الإنسانية، هي أوضاع كارثية للغاية. حتى هذه اللحظة عمل معبر رفح البري يعمل بشكل جزئي للغاية، إدخال المساعدات يتم بشكل مقنن. بالأمس فقط 80 مساعدة أو 80 شاحنة مساعدات هي التي دخلت إلى قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وهي فعليا لا تكفي لسد احتياجات المجتمع الفلسطيني كاملا في محافظات قطاع غزة، عدا عن عدم إمكانياتها من الوصول إلى المناطق الوسطى والمناطق الشمالية، بالإضافة إلى الأزمات المتعلقة بالمستلزمات الطبية. هذه الأزمة باتت واضحة وجلية خاصة في المستشفيات الوسطى وأيضا في مستشفيات محافظة غزة والشمال. هذا الأمر ألقى بظلاله على العديد من الخدمات الطبية التي تقدم في مناطق مختلفة، خاصة مع توقف هذه الخدمات وتوقف المستلزمات الطبية عن الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية. وقد تحدث مستشفى شهداء الأقصى بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود عن عدد من الأزمات التي يتعرض لها هذا المشفى في الآونة الأخيرة، أبرزها نقص المعدات والمستلزمات، والتي أبرزها كان مواد المسكنات ومواد التخدير وأيضا التغريز ودعامات العظام. وبالتالي هناك العديد من الأزمات التي تلحق بأقسام مختلفة من هذه المستشفيات، بالإضافة أيضا إلى عدم إمكانية تشغيل مستشفيات جديدة وأخرى في مناطق مختلفة لاستيعاب كل هذه الأرقام من الإصابات والضحايا، بالإضافة أيضا إلى الأوضاع الإنسانية المرتبطة ارتباطا وثيقا الأوضاع الغذائية أو الأمن الغذائي في محافظات غزة، والذي بات يعاني بشكل واضح في الآونة الأخيرة من نقص كافة المستلزمات الغذائية الأساسية وحتى الكمالية. طيب كيف يدبرون خول احتياجاتهم السكان يعني الغذائية والدوائية في هذه الظروف الصعبة؟ كيف يتصرفون؟ نعم، عملية البحث هي عملية كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. في الحقيقة أن الآن أي مكون غذائي أو أي مقوم غذائي قد يحتوي أو قد تجد أسرة فلسطينية بات كنزا لهذه الأسرة. اليوم قد تعتمد الأسرة الفلسطينية فعليا على وجبة واحدة خلال يوم أو يومين. عملية الطهو تتم على الخشب أو على الحطب فعليا، وبالتالي هناك معاناة واضحة، وبالتالي بات البحث الحقيقي عن مادة الدقيق بشكل أساسي لدى هذه العائلات، لأنها تعتمد عليها كوجبة أساسية خلال نهار هذا اليوم. وفعليا الحصول على مادة الدقيق أيضا ليس بسهولة التي يتخيلها البعض. بإمكان أن تنتظر لطوابير لساعات أو حتى لأيام من أجل الحصول على كيس من الدقيق ل 25 كيلو فقط. هذه ال 25 كيلو قد تكون موزعة لأكثر من 30 أو حتى 40 شخصا، وبالتالي هي لا تكفي لسد احتياجات وجوع الأطفال والتزاماتهم اليومية. البقوليات مفقودة، المعلبات مفقودة، الأجبان بأنواعها أيضا مفقودة، كل مقومات الغذاء سواء كان مواد خاصة بالإفطار أو حتى وجبة الغذاء الأساسية كلها مفقودة الآن، وبالتالي عملية البحث صعبة للغاية. نعم، شكرا لك إذن على كل هذه المعلومات من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في غزة. كنت معنا الصحفية خولة الخالدي، تحياتي خولة. مشاهدينا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده خلال توغله الأخير في غزة، ليرتفع بذلك عدد العسكريين الإسرائيليين القتلى منذ بدء العمليات البرية في القطاع إلى 86 قتيلا. نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أبلغ مسؤولين في حكومة الحرب الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن تعتقد أن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع لا أشهر. وول ستريت جورنال أضافت أن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا لبلينكين عن اهتمامهم بالعودة للحياة الطبيعية حتى لا تتعرض البلاد لضربة اقتصادية، لكنهم لم يقدموا ضمانات حول أمد الصراع. مسؤول أمريكي أوضح للصحيفة في هذا السياق أن الجميع يدرك أنه كلما طال أمد هذه الحرب أصبحت أصعب على الجميع. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم أن قرار زيادة كميات الوقود المسموح بإدخالها يوميا إلى قطاع غزة اتخذ بعد ضغوط قوية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبحسب أكسيوس فإن كمية الوقود التي ستدخل القطاع ستصل إلى 120 ألف لتر يوميا،
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ذكر في بيان أن المجلس الأمني وافق على زيادة كميات الوقود اليومية المسموح به إدخالها إلى غزة، وذلك لمنع حدوث انهيار إنساني وتفشي للأوبئة في جنوب القطاع. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. واشنطن تتهم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وتدعو لإنهاء الصراع فورا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت الحكومة البريطانية أن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع، وسيبحث كيفية دعم بريطانيا للسلطة الفلسطينية. أوضحت الحكومة أن شابس سيبحث خلال زيارته جهود منع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة تزويد غزة بمزيد من المساعدات الطبية والإنسانية عبر البر والبحر والجو. في سابقة تاريخية أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية. وقال غوتيريش في رسالته إن الحرب في غزة قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين. وقال غوتيريش إن على المجلس الضغط للتفادي بل لتفادي وقوع كارثة إنسانية في غزة. سلم الأمين العام رسالة إلى رئيس مجلس الأمن استشهد فيها بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه المرة الأولى التي يفعل فيها أنطونيو غوتيريش ذلك منذ أن أصبح أمينا عاما. تنص المادة 99 على أنه يمكن للأمين العام أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد صون السلام والأمن الدوليين. وقد حث الأمين العام في الرسالة أعضاء مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية، ودعا إلى إعلان وقف إطلاق النار الإنساني. من جانبه هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش، ووصف ولاية غوتيريش على رأس المنظمة الأممية بأنها تمثل خطرا على السلم العالمي. كما قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة إن دعوة غوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة هي دعوة للإبقاء على حكم حماس بالقطاع، وأن مطالبة غوتيريش لمجلس الأمن للتعامل مع أزمة غزة باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين دليل على تحامله ضد إسرائيل. كما حذر المندوب الإسرائيلي من أن مواقف غوتيريش التي وصفها بالمشوهة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد القتال في غزة. أوروبيا دعا مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى دعم غوتيريش، مطالبا مجلس الأمن بالتحرك بشكل فوري لمنع ما وصفه بالانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة. كما دعا إسرائيل إلى السماح لجميع الوكالات الأممية بتقديم الدعم العاجل للمدنيين في القطاع. انطلقت صفارات إنذار في بلدة مرغليوت شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من جنوب لبنان منذ صباح اليوم، ورد على مصادرها. وفي وقت لاحق ذكرت الوكالة اللبنانية أن أطراف بلدتي حولا ومركبة في قضاء مرجعيون تعرضت لقصف مدفعي. مع استمرار التوتر على الحدود، وجد آلاف الطلاب اللبنانيين في القرى الحدودية أنفسهم خارج العام الدراسي مع اضطرارهم للنزوح واضطرار المدارس لإغلاق أبوابها نظرا لخطورة الوضع. يدخل بيير أستاذ اللغة العربية إلى صف خلا من طلابه، فتلامذة مدرسة سيدة لبنان في رميش عادوا إلى زمن التعلم عن بعد. مبني في محل رفع فاعل. التعليم لم يفرضه الحجر هذه المرة، بل النزوح الجماعي للأهالي مع استمرار القصف. إضافة للصعوبات الفنية التقنية المتعلقة بالإنترنت وبالكهرباء والاتصالات، هناك صعوبة مهمة جدا هي صعوبة نفسية. يعني أنا قبل ساعة كنت عم بعطي صف وكان في قصف قوي وقريب. يعني أنت تصوري أنه التلميذ قاعد بالضيعة هون عم بيستقبل هو بتواصل معي وعم يسمع هذا القصف، كيف بدها تكون نفسيته؟ يعني عايشين التلاميذ بنفسية مضطربة. نزح جابي مع أطفاله إلى منزل أقرباء له في بيروت. يضطر الأبناء إلى استخدام الهاتف بدلاً من الكمبيوتر لإتمام حصصهم، وهو حال عدد كبير من التلامذة غير المهيئين للتعلم عن بعد.
تركنا بيتنا لأنه كنا نشوف كنا نسمع قصف كتير ونشوف الدخنة وما ملنا حرب. أوكي، وبتزق كيف الأونلاين؟ الأونلاين يعني بنرجع المدرسة أحسن. الأونلاين إذا انقطعت الكهرباء راح الأنترنت، راحت الصورة، ما فينا نسمع المعلمة. هذه واحدة من المدارس الخاصة التي اتخذت قرار التعليم عن بعد خلال الأسبوع الأول من الحرب، فخيار الصفوف الافتراضية يبقى الأفضل رغم الصعوبات التقنية. أكثر شيء أنا بحزن بأوقات الأعياد إنه كل المدارس ماشية بلبنان طبيعي وعم يحتفلوا، بينما تلاميذنا ما عم بحسوا بهالفرحة اللي كانوا يحسوا فيها بالمدرسة. أنا بحب إنه يكون في مسعى على صعيد عالي إنه تتحيد المنطقة هون عن الحرب اللي دايرة بغزة، لحتى تلاميذنا يرجعوا بشكل طبيعي على مدرستهم ويحسوا حالهم مثلهم مثل بقية اللبنانية اللي عايشين بغير مناطق. مع دخول المعارك شهرها الثالث، تتحضر المدارس الرسمية لخيار التعليم عن بعد أيضاً، فقد التحق 2000 تلميذ فقط بمدارس رسمية في قرى داخلية بعد إغلاق 14 مدرسة رسمية في القرى الحدودية. قد لا تكون الحرب شاملة في لبنان، لكنها تبدو حقيقية لدى أبناء القرى الحدودية الذين اضطروا إلى مغادرتها ليعيشوا حياة افتراضية بانتظار عودة السلام. غنوة يتيم، العربية، رمش. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وذلك في وقت تكثف فيه واشنطن الضغط على كل من الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال الذي تسبب في كارثة إنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل، وذلك بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة. ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا وإسرائيل قبول الديمقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء، إضافة إلى تشديد الأمن على الحدود مع المكسيك. وفي نهاية النشرة مشاهدينا نذكر بأبرز العناوين. قوات إسرائيلية تقتحم مناطق في رام الله واندلاع اشتباكات وسط المدينة. مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي يدعو لدعم قرار غوتيريش تفعيل المادة 99. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار لتقديم مساعدات لأوكرانيا ب 61 مليار دولار. قبل نهاية النشر مشاهدينا نذكر بأن شبكة العربية الإخبارية أطلقت العربية بيزنس كخدمة استثنائية لجمهور المال والأعمال، وذلك عبر أجهزة التلفزيون من خلال البث على القمر الصناعي عربسات ومنصة شاهد ويوتيوب، وكذلك عبر خدمة البث المباشر من خلال موقع العربية .net. نهاية هذه النشر مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وكونوا بعافية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.